السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي محمد سيف الدين، أهلا وسهلا. كده أخويا بخير، لاباس عليك. كده أنت والحاج بريطل راكم زوينين، ما عندي ما نسألكم، واخا مكحلينا شوية. السي محمد زين الدين، ملي شتي هذاك المنظر كاعير في الزروالي، عجبك الحال؟ عجبكم الحال بجوج، ولا كان كندوي على زين الدين؟ مع زين الدين ملي كندوي، مع زين الدين ولا كندوي مع واحد لي خويا في الإسلام وخويا مغربي وخويا في المواطنة وصديق عبر الفيسبوك إلى غير ذلك؟ دابا انت ملي شتي منظر كيعير في الزروالي، في يوسف الزروالي، عجبكم الحال مزيان تخي بيه. ولكن هادي كنلومك عليها، هاد القضية تاعت مرت مول الكاسكيطة كنلومك عليها، كنلومك عليها وما نسمحش ليك، واخا مع عندي بيها تعلق. ولكن اختي المغربية هاديك دابا اللي عايرك ولا ما عرفت اللي وقفت ضدك بتاع ديتيه القضاء، هذا مزيان شغلكم، ولكن المرأة عيب كل العيب، عيب كل العيب. السي محمد زين الدين عيب كل العوارة يا صاحبي، انت ما كانش ما فراسكش بالله عندها مشكل هي اصلا؟ انا ما فهمتش، واش حسبتيها الفلوس اللي خادت ولا ما عرفش؟ ما عرفش اش درتي معاها هكا. تقول لي قالت كتبقى امراه، كتبقى تحترم، ودوز مازال دوزها من الباب تاع الانسانيه. المراه علاش كندوي؟ انت كتعلم ان الزوج ديالها في السجن، وتعلم انها عندها وليدات حاضيه، وعاود ديروا الجهه المحكمه، مع المحكمه القضاء، تا القضاء يمكن يلا عرفتوه. انا ما كنعاقبش عليك زعما كنعيرك، حاشا انت. وملي كنقول حاشا ماشي كنخاف انا لا توصلني للقضاء، انا لا بتوصل السمس للسمس السبعه، انا كنحترمك بصفتك مغربي وخويا مغربي، كنعتز بك، لان داكشي اللي كديرو ما يديرو حتى واحد. كديرو الجميل، كتوقفوا بجنب الناس، كتجبدوا الناس اللي محتاجين، كتقلبوا عليهم كتجبدوهم. هادو هذا انا كنقول لكم برافو وكنشكركم عليهم، يخلصكم الله تعالى على حساب النيه ديالكم بطبيعه الحال. غير هي ملي كتقول لي مرت مول الكاسكيطه ديتيها للقضاء، علاش حنت عيرت؟ هذه امراه وديتيها للقضاء حنت عيرت، هذاك منظر حنت كيعير يوسف الزروالي، يعجبك الحال؟ اذا لا تناقض السي محمد زين الدين. يقول المؤمن هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ودير اعتبر راسك انت مشدود، الله يحفظ ما بينهاش ليك، اعتبر راسك انت مشدود، انت مشدود ومخلي ولادك، وجا واحد اخر رفع دعوة قضائية ضد ولادك وانت في السجن، كيف ستصلح نفسيتك؟ حاول تكون انسان صاحبي. انا ملي كنقول لك حاول تكون انسان، بمعنى حاول تتعامل بانسانيه. انا لا هذاك سيدي ربي، وكنت انسان انساني، ماشي وكنت انسان، وكنت انساني، حي خلي عليك مرت مول الكاسكيطه صاحبي، بارك عليها على مشاكلها وتزيدها تتا. مازال منك ليوسف الزروالي، حيت كلكم خوتنا، كلكم صحابنا، كلكم ولاد البلاد، كلكم كنحيت ان نعتزوا بكم، لان العمل اللي كديروا راه زوين، غير مع الاسف كتخاصموا، ما عرفتش علاش انا كتخاصموا، اشنو كتنافسوا؟ المنافسه الشريفه مزيان، ولكن باش تخرج توصلوا للقضاء علاش؟ اشنو كتقلبوا عليه؟ الله اعلم. على كل هذاك الشيء شغلكم نتوما، كتقول لك على مرت مول الكاسكيطه. الا كنت انساني حاول تسحب الدعوه ديال، الا كنت انساني ما كنتش انساني هذاك شغلك انت اللي كتعرف، غير دير راسك راه مراتك. انا راه كندوي معك كاخ، كنديش معك كشي واحد ما عرف شكون، لست بعدو لاحد ولا اقف بجانب احد. انا بارك عليا لقفت على جانب راسي بركه، غير هو العمل اللي كدير راه مزيان. لا انت، انا يوسف الزروالي، لا كاين شباب كيخدموا صالح الوطن، شكرا لكم. هي هذه اللي انا درت هذا الفيديو فقط عليك انت، اللي دير دعوه قضائيه ضد مرت مول الكاسكيطه، ما تصرتش لي زعما، الصراحه ما بغيتهاش ليك، وما بغيتكش تطيح في هذا الموقف، لان راك تحطي موقف خايب.
دعي امرأة اللي راجلها راه أصلا في السجن وعندها مشاكل، أنا كيبان لي حسدتيها على الفلوس اللي خدت. واش فهمت يا سي محمد زين الدين؟ أنا كيبان لي حسدتيها على الفلوس اللي خدت. واش بيتيها تطلب؟ شو ما صاحبي، أنا كنلومك وغادي نبقى نلومك حتى تهديك سيدي ربي تنسحب من تسحب الدعوة ضدها. احنا بقى صاحبي، هو تصور انت، نعاود نقولها لك لان قلتها قبيله، دابا مول الكاسكيت هو واش يبقى رد البال راسو، ولا يبدا يفكر في مرتو حتى هي راه في السجن، ولا يبدا يفكر في ولادو. شد شد احنا راه كيبان ليا بحال نطيح الكار، ولا محساب واحد بجوج. انا ما كنقولكش راك انت محساب، كتبان لي بحال لا محساب. خدت واحد قدر تاع الفلوس اللي عطاها لي الاستاذ الزرواني، حسدتيها. المعيوب بعد انا متبعكم مزيان ما سمعتهاش عيراتك، الله اعلم الا ما انتبهتش معرفت، ولكن اون سوبوزون كو عيراتك لا سيدي ماشي هي هذيك انك دير لها دعوه قضائيه. علاش انت عيراتك ياك؟ وحينت واحد السيد منتظر دير منتظر وكيتبهم بوكا عير في يوسف الزروالي، عجباك الحال وكتضحك وعطيتي به المثل. ايوا انت ملي ما بغيتيش لي عايرك، علاش بغيتي هذاك المنتظر يعاير يوسف الزرواري؟ وملي بغيتي هذاك المنتظر يعاير يوسف الزرواري ويعجبك الحال، هذاك راه راجل مع راجل، ايوا على الاقل انت راه مرا هذيك اللي دعيتي. انا ما نتفقش معاك نهائيا، نيابه على بزاف الناس ما يبغيوش هذه القضيه هذه. واخا دير لك اللي دارت، اش غتعير؟ عايرني انت داكشي اللي قالت لك، قول لي انا في 10 مرات وخليها صاحبي بيلا. مازال كنتش راجل مثلا مع يوسف الزرواني ما نقولكش لا دعيو بعضياتكم شغلكم هذاك، علما انكم كلكم كديروا الخير، ولكن ما فاهمش معناتها علاش شغلكم هذاك. غير مرت مول كاسكيطه، رجاء لك انت انساني، انت صاحب الدعوه ما عندها حتى معنى في نظري، وانت اللي كتعرف. يلا خويا محمد زين الدين، خويا برطال، تبقاو على خير وانتم في حفظ الله ورعايته. هما تفهموا شيء هادشي كنقول، تقولوا هذا راه ما عرفت، انا مع المغاربه وعارفكم كتبغوا الخير للناس، وعارفكم كتكشفوا على حقائق اللي مخبيه مزيان تري بيان، وكنكم ضادين مع بعضياتكم. هذاك الشيء شغلكم، واخا طبعا انا نسبيا منافسه شريفه يمكن، ما انتم كتنافسوا على فعل الخير راه مزيان، غير ما كما سبق لي قلت في الفيديو الاخر، اللي كينسى غتبينوا الوقت غيبان، واللي كيخدم بني حسن غيبان. غير انا ما دويتش على هكا وما درتش الفيديو على هكا، درت فيديو على هذيك السيده مول الكاسكيطه، عفوا مرت مول الكاسكيطه، عندها مشكل، رجلها شدت في السجن، عاود انت درتي بها دعوه قضائيه، حشومه عليك. نعاود نقولها حشومه عليك، نعاود نقولها حشومه عليك، نعاود نقولها حشومه عليك، وعيد عليك. يلا طمطم في هذه الحوايج.